السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل المتتبعين في كل مكان. الفيديو اليوم غيكون عبارة عن معلومة مفيدة في دقائق معدودة، غنختصرها لكم حتى توصلكم بسهولة وبسرعة. غنتكلم على فيتامين د عند الأطفال. فجسم الإنسان يحتاج للفيتامينات والمعادن، وخاصة الأطفال في البداية ديال العمر ديالهم، لأنه كيساعدهم على النمو بشكل طبيعي وكيعزز لهم المناعة. ومن بين هذه الفيتامينات اللي كتكون أساسية هو فيتامين د اللي عنده دور كبير في بناء وتقوية العظام والأسنان. فالطفل يحتاج له منذ الولادة إلى عمر 5 سنوات، لأنه كيساعده على الوقاية من الأمراض ككل والمتعلقة بالعظام على الخصوص. فالآباء كيعتقدوا أن الطفل كيمكن له يحصل على كل ما كيحتاج من الفيتامين د عن طريق شرب الحليب ومن أشعة الشمس، وفي الحقيقة أنه كيكون محتاج للمزيد من هذا الفيتامين. والأطباء كيوصيوا باش ياخد هذا الفيتامين على شكل مكمل غذائي سائل كيتسمى بفيتامين د 3، كياخدوه الرضع من اول يوم، خاصه اللي كيكونوا متواجدين في دول كتكون فيها الشمس قليله، والاطفال اللي كيتولدوا قبل الاوان، وكل الاطفال اللي ما كيقدروش يتعرضوا للشمس، وكذلك الاطفال اللي كيرضعوا الرضاعه الطبيعيه. فحليب الأم رغم الأهمية دياله فهو كيفتقر للكمية الكافية من فيتامين د، لهذا خص تعطاهم 400 وحدة دولية أي 10 غرام يوميا. كيتعطى الأطفال دون السنة، وكتزاد هذه الكمية حتى كتوصل إلى 600 وحدة أي 15 غرام، حتى 1000 وحدة عند الأطفال للسن ديالهم أكثر من سنة. وبالنسبة للأطفال اللي كيشربوا الحليب الصناعي اللي كيكون مدعم بالفيتامين د، فهما كيحتاجوا إلى جرعة أقل من الأطفال اللي كيرضعوا الرضاعة الطبيعية، وخصهم يبدوا حتى يوصلوا ل6 شهور وليس من أول يوم من ولادتهم. والطبيب هو اللي خصه يحدد الجرعة المناسبة، وخص أي أم حامل أنها تأخذ هذا المكمل، وكذلك الأم المرضع، لأنهم كيستفدوا منه هما وكيستفدوا الأطفال كذلك. فنقص فيتامين د كيعرض الأطفال للإصابة بالأمراض اللي كتكون معدية كنزلة البرد والفيروسات، وكذلك عدوى الجهاز التنفسي وضعف عام في المناعة. كتكون عندهم مشاكل في العظام، آلام وترقق، وكيتعرضوا للكسر عند الكبر وفي سن المراهقة، وكتحدد تشوهات كتقوس الساقين والإصابة بالوهن العضلي وبالآلام مما يعرف باسم الكساح أي الغاشيتيزم، وكيكون عندهم ضعف في النمو والتأخر في البدء بالمشي ومشاكل في الأسنان والتعب والإجهاد، وكيكون عندهم تشوه في شكل الجمجمة وبروز في عضلة الصدر. وفيتامين د كيتعتبر مهم للأطفال، كيكون كفاتح للشهية وكيساعد في زيادة الوزن وبالتالي السمنة الطبيعية. وبما أن فيتامين د هو عبارة عن مكمل غذائي سائل، فخص الأم ترد البال، فتقدر تعطيه جرعات زائدة للرضيع وتكون ضارة بالنسبة ليه، لأن بعض القطارات الخاصة بالفيتامين كيكون فيها القياس أكثر من 400 وحدة، وأن الأم كتعطي فقط النقط في الفم مباشرة، فتقدر تزيد أكثر من العدد المحدد، الشيء اللي يقدر يسبب له في تسمم ومشاكل صحية وأمراض مثل تليف الكبد أو أمراض الكلى أو زيادة الكالسيوم في الدم. ولو أن زيادة فيتامين د في الجسم كيكون قليل من الأطفال اللي كيتصابوا بها،
إلا أننا خصنا نحتاطوا منها ونعرفوا الأعراض ديالها. بين هذه الأعراض كيكون الغثيان والقيء، كيكون العطش الشديد، تبول المتكرر، الإمساك، آلام في البطن، وضعف في العضلات والإرهاق. لهذا خصنا نتأكد من عدم حصول الطفل الرضيع على أكثر من 400 وحدة يوميا، واتباع تعليمات الطبيب في تحديد الجرعة. وفيتامين دال هو الفيتامين الوحيد اللي يمكن لنا نعطيه للأطفال كمكمل غذائي في السنوات الأولى من حياتهم، ولكن ما خصناش نستمروا ونبقاو نعطيه لهم كمكمل، بل خصهم ياخدوه من خلال التعرض للشمس، خاصة بعد الشروق وقبل الغروب، وكذلك من خلال الأكل اللي كيكون غني بهذا الفيتامين واللي متواجد بالخصوص في الأسماك الدهنية كالطون، وحتى في الطون المعلب، السمك ديال السلمون اللي كيكون أحمر، سمك السردين، في الكبد البقري، وفي صفار البيض، مع كذلك جبن الريكيتا، وكنوجدوه كذلك في الفطر بأنواعه، وفي كل الأطعمة اللي كتكون مدعمة بفيتامين دال. وضروري خص الأم تنتبه لهذا الفيتامين اللي هو أساسي في حياة الطفل، لأنه غيساهم في الوقاية ديالو من كل الأمراض، من كل الأمراض اللي تقدر تواجهه عند الكبر، كأمراض هشاشة العظام والاكتئاب والأمراض المناعية وأمراض القلب والأمراض السرطانية. إذن خص الأم تراقب وتحرص باش يكون هذا الفيتامين متواجد عند الطفل ديالها وعندها وعند كل الأسرة، وتعرف كذلك أن هذا الفيتامين كلما كانت البشرة سمراء داكنة إلا واحتاجت ليه أكثر. وصلت لآخر الفيديو، نتمنى أن هذه المعلومة المفيدة تكون نالت إعجابكم، فإذا كانت كذلك نتمنى أنكم تشاركوها مع عدد كبير من الآباء باش تعم الفائدة. إذن أقول لكم مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.